بابا شوف العيال شو مسوي. وش مسوي؟ تعال شوف مسوي البقالة وما يعطونا. تعال. طيب طيب يلا جاي. فشار وعصير. احنا ما نبيع على البنات، نبيع على العيال. اطلعوا برا. لولو بابا وين راح؟ ما ادري. اها ما يبون يعطونا بنات. ليش ما تعطون خواتكم؟ احنا ما نبي نعطي على البنات، نعطي العيال. بابا لونه ازرق. اها عندي لكم فكره. وش رايكم نطلب لكم اشياء بالالوان البنات؟ ياه ابي بربل. بربل وانتي؟ وانا وردي. وردي يلا يلا. ها جوي شوفوا جابهم. اوه حقات البنات لون بنات. حلوة. ما احنا اعطيكم ان انتم اعطيتونا. ايه انتم اعطيتونا من حقكم. خلاص يعني بنات الحين ما يعطونكم ابدا. احتفظوا باقرافكم. يلا انا بروح اسرق بقالتهم. يلا امي. امسكي امسكي اتصور امسكي. الحرامي امسكي بس تاخذ مصاريها. انا بشام في نفسي ودي اروح الحلاق. طيب بابا انا ودي اروح الحديقه طفشانه. تدرين احد ايش رايك اوديكم الحديقه وانا اطلع الحلاق؟ ايوه يا بابا كذا الكلام. تاتا يلا روح الحديقه. هذه الحديقه روحوا العبوا. بابا انت روح وانا بروح العب في الاسكوت. ايه لولو لا تلعبي سكوتر الحين. ليش بابا انت روح وانت ما عليك. انا اعرف اسوق وانا بابا بلعب سكوتر. لازم اجلس عندهم ما اقدر اروح الحلاق هم يلعبون بسكوتر. السلام عليكم. وعليكم السلام. على كم سكوترات؟ على 10 ريال الواحد. خلاص 22 نبي. زين طيب انتبهوا يا بنات ها لا تسرعون ولا تروحون بعيد. ما عليك يا بابا لا تخاف. صوت ايش رايك نزود السرعه؟ لا 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 اسمع كلام بابا لا تسرع بسرعه عشان ما تطيحين. آه أنت مشكلتك خوافة. آه أنا طفشت أنا ودي أروح بعيد. لا تسرعين. دكتور دكتور خير خير وشي وشي بسم الله. شي وشي طاحت من سكوتر يا دكتور. ثواني 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 بس ثواني. لا حول ولا قوة الا كل يوم جايين. طيب وبليكم في امر. لا لا ما عليك يا حبيبتي. لا لا ما عليك ما عليك ما عليك. اي جميل. لا لا الحمد لله نبض نبض سليم ما عليك. يا اخوي شوف رجلها انت وتقول النبض. انا الدكتور ولا انت؟ اهم شيء النبض مالك دخل انت. انا شوف رجلها.
ها؟ وين ولا عمرك؟ الرجل اليمين. هاي رجل لي. شوف هذه هذه. يا ابن حلال اليمين يا اخوي اليمين. يا اخوي انت قلت لي اليمين ويد اليمين على ذي يعني ذي. ما دريت ان هذه يا اخوي. معلش معلش. يوه هذه لازم جبس. لازم جبس لان من قوة السرعة لازم جبس رجلها. طيب طيب يا دكتور اللي تشوفه الحين لازم يلف على رجلك زين لا تخافين اوكي؟ طيب الله يستر. طيب وش رايك يا لولو تعطينها هدية عشان تستانس؟ امسكي روحي اعطيها هدية. السلام عليكم. خذي هذا هدية لك. شكرا شكرا. ابغى موية. طيب طيب الحين بجيب لك موية جديد. بابا بابا تبغى موية. كفو والله بنتي. يلا روحي جيبي لها. يا الله يعيني كثير اللي مثل هذا. بابا هذا قاعد يرمي الزبالة والله لا راح انصحه. وش تبين انت؟ شلون انا شبي؟ ليش انت قاعد ترمي الزبالة؟ ليكون انت الزبالة بس. اول شيء احترم اسمهم. اقول ضفي ضفي وجهك بس لا اشوفك هنا بس. يلا يلا روحي بس. روحي روحي. وش فيه ذا؟ وش فيك يا حبيبتي؟ ها؟ احترم على النظافة. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا جار بس وش فيك انت على البنت وعلى عامة النظافة؟ والله معليش يا جار العذر والسماحة. كانت بنتك جاتني بوضع متنرفز فيه انا. والله العذر والسموحة معليش. لا لا يا جار ما حصل لك الخير. ذا قليل أدب. قول قول توكل على الله الحين أمسك قدام أبوك بس. واو اليوم الجو حلوة. توتو روحي شوفي مني يدق الباب. يلا بابا. هلا والله جابتنا. ابغى عصير فشار. يلا الحين بروح اجيب لك. بابا متى فقيه تبي فشار وعصير؟ ما في فشار. خلاص يا حبيبتي اعطيها حلاوه ومويه وعصير. شوفي اي شيء موجود عندنا اهم شيء تساعدينها. طيب يا بابا. واو الجو مره حلوه. لكن برد. اي والله برد. ها وش فيها بابا بابا بابا؟ ها وش الصوت؟ وش فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وش فيه وش فيه؟ تعالي تعالي بنت تعالي تعالي بسم الله بسم الله. تعالي تعالي معي بنت تعالي تعالي عشان الدكتور يجي. تعالي تعالي بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي حبيبتي تعالي 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 ادخلي ادخلي بسم الله. بابا مثل امشي مرتاح.
يا تعال هنا تعال هنا يا حبيبتي تعال. توتو دكتور دكتور امسك امسك دكتور دكتور. ألو دكتور. شو دكتور؟ سلامات سلامات وين مريض؟ تعال تعال دكتور هذا مريضة. سلامات سلامات وش فيك وش فيك؟ يا دكتور أغمى عليها في الخيمة. أغمى عليها؟ أوه أكيد نزلت برد. يا دكتور أنا حزت من البرد. خليني أكشف عليك. يا دكتور أحس بس تفرق. إيه هذا أكيد نزلت برد بس أهم شيء تدخلين داخل وتشربين شيء دافي وتحطين فكس وتنامين. طيب يا دكتور بس خيمتي باردة. لا لا عادي يا بنت أنا توت نرحب فيك في بيتنا. شكرا لك. خلاص أنت أهم شيء انتبه لها أنا لازم أروح للمرضى الثانيين. السلامة دكتور. مع السلامة. لولا بلا معك. لا ما راح تلعبين معك. أوف منك ليه ما تخلينا نلعب معك؟ مالك دخل يا أختي. شفتوا تكسرتي بعدي. هل توتو مسويته؟ اي حتى من برا ومن جوا. متأكدة انها توتو؟ اي متأكدة لان هي قالت اتحداك. شان بابا هي اللي كاسر. الحين نسأله ونشوف. توتو ها؟ انت كسرت الايباد؟ اي كسرت ان هي تحددتني. لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص اجيب لك بعدين ايباد وبعدين انت تبي تخسرين ابوك ها كل شوي تكسرون اغراضكم لازم تحافظون على اغراضكم انت ليش تتحديها انت تكسر بعد او منكسر اصلا هو منكسر وانت مو انت